المحاضرة الثانية، عنوان المحاضرة الثانية هو الـ Health Care System in Iraq. فشي كلش حلو. The objective مالته at the end of this lecture, the student will be able to know about the concept of healthcare, the three levels of healthcare, the content and description of Iraqi health system. First of all, concept of healthcare. Services provided to individuals or communities by agents of the health services or professions for the purpose of promoting, maintaining, monitoring, or restoring health. هو هذا الكونسبت مال هيلث كير. يعني شنو هيلث كير؟ ما طلعت المحاضرة؟ اوكي نسيت اسويها شيرنج، اسف. لحظات. فشنو الكونسبت مالت الهيلث كير؟ أول شيء هيلث كير شنو يعني؟ شنو الهيلث كير بالعربي؟ الرعاية الصحية. شنو الكونسبت مالته؟ شنو يعني هيلث كير الرعاية الصحية؟ هي السيرفيسز الخدمات اللي توفر للإنديفيدوالز والكوميونيتيز. خدمات اللي نقدمها لمن؟ للأفراد وللمجتمعات عن طريق منو؟ By agents of the health services or professions، عن طريق ناس مهنيين والاشخاص المصاحبين اللي يسموهم الايجنتس الهيلث سيرفيس، يقدمون هيلث سيرفيس. شنو هدفها؟ ترى تكمل التعريف. بروموتنج، مينتيننج، اند مونيتورنج او ريستورنج هيلث. هذه كل هالاشياء هدفها يقدمها ان الرعايه الصحيه عن طريق ناس يعملون في القطاع الصحي. But yeah, medical care is not synonymous with health care. شنو نسمع medical care؟ حسبالنا هو نفس ال health care. Medical care, it refers chiefly to those personnel services that are provided directly by physicians or rendered as the result of physicians' instructions. شفت اهمتو من هذا السلايد؟ شفت اهمتو؟ من يكتب لي شفت اهم من هذا السلايد؟ انه اكو قلنا اكو فرق بين الميديكال كير والهيلث كير. قلنا الهيلث كير ايش حدتنا؟ هي مينتيننس، بروموشن، ريستورينج هيلث. بينما الميديكال كير العنايه الطبيه، اسمها طبيه، اللي هي الرعايه عافيه زين الضغامه التي تقدم من قبل طبيب للمريض اللي عنده مرض. مو بس العلاج، العلاج وحتى الانستركشن، يعني هذه اسمها عنايه طبيه، بينما ذيك رعايه صحيه اسمها. تشمل جميع الليفلز اوف هيلث كير. قلنا مينتيننج، بروموشن للهيلث، مو بس تعطي دواء وتعالج مرضه، لا يعني بالميديكال كير شخص مريض يجيك ويروح للطبيب والطبيب يعطي علاج. الليفل اوف هيلث كير اكو ثلاث ليفلز وهي موجوده تقريبا كل العالم وعندنا احنا بالعراق ايضا. برايمري هيلث كير ليفل والسكندري والتيرشري. البرايمري ايش تقصد به؟ ايش موجود عندنا احنا هسه هنا بالعراق تمثل البرايمري هيلث كير اللي موجوده تقريبا اغلب المناطق؟ مراكز صحية عافية جيهان. شلون مستشفيات عامة تعتبر برايمري؟ مراكز صحية، مراكز صحية حتى يسموها البرايمري هيلث كير يونت، مراكز الرعاية الصحية الأولية. ليش سمت أولية؟ لأن من اسمها أولية، أول ما المريض يتمرض يروح لها. المفروض المفروض إذا أكو نظام دولة بيها نظام وتمشي عليه. إذن the primary care level it refers to the point at which the individuals, the family and community normally make the first contact with the health services. إذن أول ما يتمرض أول contact with health services
سواء كان family, individual أو community يكون وياه من ويا ال primary care level, لذلك سميت الأولية أو ال primary. فقلنا the first contact with the health services where most of their health problems can be dealt with and resolved. مفروض أكثر الأمراض تتعالج وتحل المشاكل الصحية بال primary health care. A rural area, it may be a health center. An urban area, it could be a general medical practitioner clinic. Polyclinic or health center or even the outpatient department of hospital. ممكن تكون الطوارئ مع المستشفى, ممكن تكون مركز صحي, وممكن تكون مستشفيات نسميها عامة احنا اللي بيها general medical practitioners اللي غير الممارسين الأطباء الممارسين. اوكي, اغلب الامراض المفروض تتعالج هنا. في حالة كانت امكانيات المركز هذا وامكانيات الأطباء الموجودين به والكادر الصحي والامكانيات التشخيصية ما قدرت تتولى مشكلة المريض هذا أو تتوصل إلى علاجه, هنا راح يصير referring, تحويل. سامعين يمكن نظام الإحالة اللي هو كان يمشي به العراق ورجعوا ترجعوا قبل كم سنة, قبل هيك تقريبا من سنوات وفشل وبطلوا من عنده. كل من يعجب يروح للاستشارية, يروح يدخل المستشفى, يروح للطوارئ, يروح المركز التخصصي كيف قبل لا إلا يروح مركز صحي ويعالجونه, وإذا ما قدروا يعالجوا شافوا نفسهم يدزونه يحولوه للمستشفى اللي هي شو اسمها secondary care level. At this level the more difficult cases are dealt with and detailed evaluation with more skilled care are given. هنا detailed evaluation يسووله, تحاليل موجودة أكثر, أشعة موجودة, سونار موجود, بعد شنو مختبرات متطورة أكثر, الأطباء هنا أخصائيين موجود هناك, قلنا general practitioners كانوا ممارسين, لأن لا الأخصائيين موجودين بيها. إذا إحنا نهم العفو ما توصلنا العلاج المريض وكانت الحالة أصعب مما إنه يعالجها هذا المستشفى العام, العفو المستشفى اللي بيه أخصائيين, نحتاج إنه نحول المريض إلى tertiary care level. هذا عالمياً المفروض يمشي عليه هذا النظام. This is a more specialized level. يعني شنو؟ مراكز متخصصة, مثلاً مركز الحساسية, مركز الأمراض التنفسية, مركز مستشفى الأمراض القلبية. هذا اسمه مركز تخصصي. Specialized level than the secondary care level. And required specific facilities and highly specialized health workers. يعني حتى يجوز الأطباء مو بس اختصاص, اختصاص دقيق أيضا يحتاج يداوي, اختصاص قلبية, اختصاص جهاز هضمي. It is provided by regional or central level institutions, specialized hospitals and centers. A fundamental and necessary function of healthcare system is to provide a sound referral system. حتى هذين يشتغلن عدل الـ 3 level لازم أكفة system ينقل بينهم المريض اللي قلنا احنا عليه هو الـ referral system. It must be شنو مميزاته حتى يكون sound referral system, يعني طريقة يطبق بالطريقة الصحيحة. Must be two-way exchange of information and returning patient to those who refer them for follow-up and continuity of care. احنا بالبداية في البرايمري هيلث كير ما قدرنا نشخصه, ما عرفنا نعالجه, راح مستشفى على الشخص وقال يابا ترى عنده ضغط وهيك علاج الطب. المفروض بالكتاب مال احاله الودي نابي يرجع لنا بكتاب احاله اخر يبين لنا شنو كان عنده هذا وشنو اعطيناه علاج حتى انت تبقى في البرايمري هيلث كير يونت, تبقى تتابعه وتسوي كونتينيوتي للكير وفولو اب له. Okay. The major component of health
Surface care are شنو ال health care؟ احنا قلنا بالبداية احنا ميزنا ال health care من ال medical care. ال medical care قلنا شنو هي ال instructions والعلاجات اللي يعطيها الطبيب للمريض، مجرد علاج معالجة المريض. قلنا ال health care services تكون أكثر اتساعا وأكثر يعني بها مجالات أخرى، ممكن تكون curative services providing care for sick علاجية، ممكن تكون preventive مثل ايش بيها protect the health of the population immunization لقاحات الطول موجود بيها فهذا prevention، ممكن تكون special services مثل specific problems أو specific group أكو ناس عندها أمراض خاصة معينة، أمراض مثلا وراثية نادرة قليلة أيضا نقدم لهم هذول شو اسمه نسوي لهم وحدات خاصة بيهم. ممكن ايضا تشمل السوشيال ويلفير لهذول اللي كرونيك illnesses الاورفانس الايتام، هذه ايضا تقدم لها عنايه. وممكن ايضا تقدم ما هو اهم من كلهم هو الهيلث education. واضح طلاب سهله ما تحتاج ناخذ بها وقت هوايه حتى نكمل محاضرتنا ان شاء الله. History of Iraqi health services. Healthcare delivery system in Iraq has historically been hospital-oriented and capital-intensive. كلنا نعرف هذا الشيء إنه بالعراق أكو بس المركز مع المدينة بكان مستشفى ومعتمد عليه، فيسمونه capital-intensive or centralized يعني مركزي موديل، with less emphasis on preventive measures. كانت أكثر شنو السيرفيسز اللي تقدم به كانت هي كيوراتيف سيرفيسز. كان اذا اول شنو كانت مواصفاته هيستوريكالي الهيلث سيستم بالعراق؟ كان هوسبيتال اورينتد كابيتال انتنسيف و ليس امفسايز اون بريفنتيف ميجرز. اوكي واضحه طلاب وياي؟ صوت واضح؟ شفتكم صفنتوا شو ماكو لا جواب لا اي لا لا. اوكي such a system has lacked the capacity to deliver services that address the major health problems faced by the majority of the population in an equitable and sustainable manner. احنا كلش مهم تطور العلم تطور الامراض، مو بس العلم ازدياد الامراض مهم. انه احنا قلنا بالبداية اول محاضرات اخذنا انه نقدم الهيلث كير سيرفيسز للناس وتظل لازم تكون، وبعد شنو ان اكواليتيز كانت المحاضرة ان اكواليتيز لازم تكون عدالة بها ومساواة بين الناس. هذا النظام القديم هل هو كان كذا يوفر لنا هذه الاكواليتيبل وسستينبل مانر اوف distribution of health services؟ لا ما يوفر لنا هذا الشيء. فصار Iraqi health policy incorporated primary health care in 1983. سنة 1983 الوزارة قالت Iraq health policy يعني هم اللي يأخذون القرارات، قالوا راح نسوي primary health care بكل المناطق اللي ما تتوفر بها المستشفيات. شافوا مثلا اللي تريد تجيب ماكو مستشفى يمها بقضاء ومكان بعيد او بقريه ولازم تجي للمركز وهاي تموت بالطريق، مواصلات ماكو، يعني هواي مشاكل كانت وهواي وفيات وهواي امراض ضعف لان النظام هذا القديم كان هوسبيتال سنتر ما موجود بكل الاماكن. فسووا هالبرايمري هيلث كير health system become primarily depend on primary health care delivery. صار بعدين وراها Ministry of Health is the main provider of health care. كلنا نعرف على رأس الهرم تقديم الخدمات الصحية هم Ministry of Health، تعطينا curative والpreventive through عن طريق شنو توفر لنا الكير عن طريق المؤسسات الصحية التابعة لها اللي متمثلة ب primary health care centers, public hospitals of various levels and a group of specialized centers
والبرايفت سيكتر also provide curative services أولية ثانوية وtertiary كلها بالإضافة إلى البرايفت سيكتر أيضا اللي هي تحت مسمى Ministry of Health. The current structure of primary health system, primary health care system, is not capable of responding effectively and efficiently to the complex and growing health needs of the population. شو ما سوى primary health care؟ بس هل هي قادرة لوحدها إن تغطي الجانب الصحي كله وتقدم الرعاية المطلوبة؟ لا. ليش؟ لأن إحنا قلنا growing health needs احتياجات الصحية تزيد فما يقدم بصورة efficient and effective هذه الرعاية المطلوبة. سوت المينستري اوف هيلث حتى تطور البرايمري هيلث كير سيستم اللي سوته سنة 1983 هاي جوز اقول لكم شو وقت البرايمري هيلث كير سيستم بالعراق صارت؟ ايش سوت وزارة الصحة حتى تطورها حتى تصيرها مور افيشنت مور افكتيف؟ سووا ما يسمى بال بيزك هيلث سيرفيسز باكج، باكج كامل. شلون شايف الواحد من يشتري هدية باكج؟ اللي مختصرها PHSP under the strengthening of primary health care project. خلوا هذا البرنامج تابع للمراكز الصحية الأولية. The process started with the review of the health status of the Iraqi population. أول ما بدأوا هذا البروجكت اللي دخلوه بالبرامج بالرعاية الصحية سووا فد تقييم للواقع الصحي بالعراق. حددوا determine major health problems. شو المشاكل اللي عندنا بالعراق الأساسية اللي يعاني منها الناس؟ أحتاج أني أسيطر عليها وأغطيها وأسوي لها planning بالمستقبل. Identify health services essential for addressing these problems. زين هاي مشاكل حددتها. هاي شلون أقدر أني أقدم لها الرعاية المطلوبة؟ شنو الاحتياجات اللي أحتاجها حتى أغطي هذه المشاكل وتخلص من عندها؟ الـ Basic Health Services Package اللي قدموها قدموا Minimum Collection of Essential Health Services. انتبهوا لهذا التعريف الطلاب، تعريف الـ Basic Health Services Package هو الـ Minimum Collection of Essential Health services that all the population need to have a guaranteed access to. من أقول لكم عرفوا لي مو تألفوا لي، لا، كل كلمة لها معنى بالتعريف. أول كلمة المينيمم، تبهوها المينيمم كولكشن هي صحيح باكج وكولكشن، بس شلون نقول أنا أخذ أشوف باكج محل يبيع باكجات، أشوف شنو الأشياء اللي أنا أحتاجها وتفيدني، أحاول قدر الإمكان تكون محصورة ضمن هذا الباكج. على الأقل مثلاً أكو باكج متكون من 10 أشياء. أنا يعني أشوف إيش قد أنا محتاجة من عندهم، أحاول أغطيهم. بس كون شنو اللي هذني؟ Essential Health Services أساسيات. محتاجتهم ضروري آني. فعلى الأقل مثلاً أقول هذا على الأقل متوفرة به 5 أشياء آني من 10 اللي أحتاجهم. فأخذ بس 5. أعوف اللي شيء ما محتاجته آني. أعوف اللي باقي 5 أشياء. فشنو أخذت؟ أخذت المينيمم. بس تشبيه المينيمم هذا الإزيشيال اللي محتاجته آني. مينيمم. Health services that all the population need to have guaranteed access to. كل population يحتاجون إنه يكونوا لهم اكسس اله. شنو الاسيشال سيرفيسز؟ Are those health services that provide a maximum gain in health services. نرجع تعريف اخر، تعريف شنو الاسيشال health services؟ قلنا هي health services that provide، شو تقدم لي هذا النيل الاسيشال؟ تقدم لي maximum gain، احصل بين أعلى شيء
أعلى ربح بالهيلث كير هذني هذني اللي اختاريت من الخمسة، ولا مختارة أنا 10 كاملة وكلها ما تفيدني، فأخذت المينيمم بس ضبطني ماكسيمم جين، ضبطني ربح ماكسيمم أقصى شيء أريده. On the national level for the money spent نعرف إحنا الكوست effective services هي اللي هذه تعتبر، إذا أنا أصرف لها ماني وأشتريها من أستورد أدوية، فيا أدوية أنا أستورد اللي أحتاجها أكثر اللي تفيد مجتمعي. ليش أنا بنيت هذا؟ بنيت على دراسات حددت متطلبات المجتمع مالتي، وحددت هاي المتطلبات وهذه المشاكل ليش أقدر أحلها وأغطيها حتى أوفر هذه essential health services حتى احصل الماكسيمم جين بالهيلث ستيتس. فهمتوها لو لا؟ صدق طلاب ياكم نمتوا قاعدين صباح الخير. اوكي واضحه سهله. Conversely, essential health services are those services which if شوفوا نريد إذا ريد نعرف التعريف الطريقة مغايرة، قلنا هي ال health services اللي تعطينا maximum gain of health في البداية، هسا ريد نعرفها تعريف مغاير عكسي. شوفوا essential health services are those services which if not provided will result in the most negative impact on the health status of the overall population. هاي health services اللي إذا ما وفرتها راح تؤدي إلى negative impact. مثل مريض علاجه، هذا علاج واحد إله، إذا ما اعطيته إياه راح يموت المريض. هو هذا essential drug. مو أجيب أقول له يلا جبت لك خمسة أدوية، لا مو إلا ذاك العلاج، جبت لك غيرهم. يابا أنا هذا مرضي وهذا علاجي، هذا خصوصي علاجي لهذا المرض، أنا هذا الاحتياج مالتي. أنا من آخذ هذا العلاج أنا أصير زين وبعد ما أحتاج أي شيء. هو هذا الإزيشيال هيلث سيرفيسز. هذا مثال يعني مو بس يعني بس هذا مثال أعطيكم إياه. بس أنت إذا مطيت إياه راح يسوي نيجاتيف إمباكت على الهيلث ستيتس أوف أوفر أول بوبيوليشن. عشان مش سلايد عندنا. Structure of health system قلنا بس نجي للستراكشر، قلنا احنا عرفنا المينستر اوف هيلث هي المين بروفايدر اوف هيلث العراق. شكو ورا المينستر اوف هيلث من يرتبط بيها؟ دايركتوري اوف هيلث اللي هم من هم؟ دوائر الصحة. ان ايتش جوفرنوريت كل محافظة عندنا دائرة صحة، دائرة صحة واصل، دائرة صحة انبا، دائرة صحة كربلاء، دائرة صحة النجف، دائرة صحة المثنى. Governorates are further divided for administrative purposes into health districts اللي يسموها قطاعات، مثلا قطاع الرعاية الصحية الأول في الكوت، قطاع الكوت للرعاية الصحية الأول، قطاع الكوت الثاني، قطاع بدر، قطاع حي، قطاع الصويرة، قطاع النعمانية، هيك توزيع القطاعات، أوكي؟ هاي حتى يسيطرون عليها من الناحية الإدارية. ايش ديستريكت المفروض هاي القطاعات من يقسموها؟ ما يقسموها هيجي كوترا، لا المفروض ايش ديستريكت كفر ان افريج بين 200,000 الى 300,000 شخص. زين بكل قطاع شكو؟ اكو مراكز صحيه تابعه لهذا القطاع، يعني اداره المراكز الصحيه مو من دائره الصحه مباشره، لا ارتباطها ويا القطاع والقطاع ويا دائره الصحه. كل قطاع بي 5 الى 10 مراكز صحيه برايمري هيلث كير سنتر. Each center is responsible for providing primary care to population ranging from 10,000 to 45,000. This is low in comparison to both international standards and neighboring countries. يقول لنا احنا من نقارن هوية neighboring countries والستاندرد اللي المفروض موجودة، ذولاك عندهم 2 الى 3 primary health care center لكل 10,000 شخص. احنا لا 10,000 الى 45 شخص كل سنتر، فعندنا نقص واضح وصريح بالمراكز الرعايه الصحيه الاوليه. All the primary health care centers provide treatment توفر لنا كلها، يعني هي primary health care primary care level
foster preventive, promotive, and basic curative services, along with simple diagnostic investigation. بيها مختبرات, بيها أشعة, بيها سونار, بيها أطباء قاعدين, بيها preventive, بيها لقاحات, بيها تعزيز الصحة. هذه كلها موجودة بيها. Some of them can deliver training activities. بعض بيها بيها مراكز تدريب for medical and paramedical staff. هسا عندنا مركز طيبة بالهورة موجود بيه مركز التدريب والتطوير, يسوون بيه دورات يطورون الكادر الصحي والطبي. Others can deliver single emergency care, وبيها بيها طوارئ, صالة طوارئ, صالة ولادة, بيها تقدم services for normal labor اللي يقدرون عليه. فأكو بيها اختلافات من مركز إلى آخر. حسن نجي المركز الصحي, قلنا راح رغم اكو اختلافات بالتقديم الرعاية, اكو اختلافات اخرى. اكو مين سنترز واكو سب سنترز. المين سنترز هاي ستارت باي ات ليست وان ميديكال دكتور, لازم بيها طبيب. I refer to as primary health care main centers. هذه موجود بيها طبيب يديرها ويمشي المرضى. يس, اكو اللي مراكز صحية بس صايرة كلش بعيدة بالأطراف, بالقرى, بالأرياف, بعيدة عن مركز حتى القضاء والناحية. هذه ما بيها أطباء, يديرها الكادر الصحي, يسميه إحنا الباراميديكال, مثل نيرس أو ميديكال أسيستنت. هذولا يسموهم برايمري هيلث كير سب سنترز, صيف ثانوي. هذولا بروفايد سمبل ماتيرنال أند تشايلد هيلث سيرفيسز, immunization activities and simple curative services. على اللي موجود عندهم بعض يعطي براسيتول, يعطي مسكن, يعطي شيء, لقاحات موجودة به, رعاية أم وطفل موجودة به. هذا يسمونه sub center. Primary health care centers are intended to refer to the second level of care at Ministry of Health District and General Hospitals. هذول قلنا إذا شيء ما يعرفونه, صعب عليهم, ما موجود تشخيصه, ما موجود التحليل مالته, او الاخصائي اللي ممكن يشخص شيء مرض, يسوي لها ريفيرال المن لل سكندري كير ليفل اللي هم جنرال هوسبيتالز. Each hospital will provide services to a population ranging from 50,000 to 150,000 depending on geographical access. من يتحول المستشفى, المستشفى أكيد تغطي أكثر عدد من الناس, من 50 إلى 150 ألف شخص يكون يعني ضمن هذه المنطقة, يكون تغطيتهم على هذه المستشفى. إن أيضا يسند المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية لبرايفت سيكتر. Also provide services through a large number of clinics and small private hospitals. أكو the semi-private sector includes public clinic operating at primary health care centers in the afternoon. اللي إحنا شو نسميها عندنا هي حكومية صحيحة وبناية حكومية, بس من يجون اللي يجون يشتغلون بها يطوم جور إضافية, فتصير مثل الخاص بس هو بمكان عام, فيسموها semi-private. شو نسميها اللي الظهر تقعد العصر تقعد, إن أكثر شيء أمراض مزمنة يمشون ويمشون بيها في العيادات الشعبية نسميها فاطمة مصطفى, فاطمة تستاهلين درجة لو لم سجلت جدي. Include public clinics operating at primary health care centers in the afternoon which provide curative care and distribute drugs for patients with the chronic disease. هذول يسوون دفتر مع الأمراض المزمنة, يرحون يستلموها من العيادات الشعبية اللي تقعد العصر. Thank you very much for your listening. هذه هنا الصورة تمثل الألماتة 1978 اللي اجتمعوا وقرروا بيها الانترناشنال كونفرنس on primary health care calls for urgent action by all governments. بسنة 1978 هي بدت البرايمري هيلث كير سنترز عن طريق المنظمة الألماتة. هي اجتمعت تسوى انترناشنال كونفرنس, اشتركت به الكثير من دول العالم وقرروا انه يسوون البرايمري هيلث
level. By all governments, all health and development workers, and the world community to protect and promote the health of all the people of the world by the year of 2000. كانوا حاطين حساب إنه بسنة 2000 كل الناس مغطيلها البرايمري هيلث كير. شكرا جزيلا، حسن استماعكم. إذا أحد عنده سؤال أنا حاضرة.